فترة المراجعة للامتحانات هي بمثابة ضغط مضاعف يعيشه الأولياء قبل أبنائهم. هذه الأيام القليلة قبل الامتحانات تجعل الأولياء يشتكون، أما التلاميذ فهم أمام تحدي تسيير وقتهم بين الدراسة، دروس الدعم والمراجعة المنزلية. لنتابع هذا الروبرتاج. الضغط، القلق والأجواء المشحونة كلها مظاهر تطبع فترة ما قبل الامتحانات. أما المراجعة فتصل إلى ذروتها في ليلة الامتحان. سبور كتاني كنديروز يعاونا حيطلعنا المواد ما قري معامل واحد المواد الأساسية. فترة أحسن من يعبر عنها هم التلميذ من مختلف الأطوار. بابا ما يهدرش معايا على القراية ويما مزيرتني فوق اللازم. فلاسومن نقرا، عندي سبور بالحد ثلاثة والخميس، سما يمكن نكمل القراية ندير لي زيكزاسي تاوعي كاع. واش ندير بعد نروح للسبور، ندخل للدار نريفيزي بور لي زيكزام ولا واش عندي. يا باينة يديرو لك سخاس في الدار، سما يقول لك هكذا زعما اقرا يبوسي وك سي نورمال لي بارون هكذا، كاين شوية سخاس ولازم تنظم وقتك اللي عنده سبور وقراية وكلش ولي زيتي وكل يدير ليكور شغل تزيد لك ستراس. سما لازم تورغانيزي روحك باش هكا تكون كومبارفي في لو تايمينغ تاعك باش تخدم بيان. بابا بادي عام الاول تاعي بريمير فاس الاول تاعي، تما مازال الوقت نضبط روحي تما دوز مليحه. بين الاعتدال والموازنه هكذا يجب ان يسير الاولياء اجواء فتره التحضير للامتحان. الامر الذي يجب على الاولاد من جهه والاباء من جهه اخرى اخذه بعين الاعتبار هو أن يوفروا جو الاستقرار داخل المنزل من جهة، ويوفروا لهم ثاني جانب غذائي من ناحية أخرى، وكذلك يحاولوا بقدر الإمكان أن يحضروا أبنائهم الامتحانات ويشاركوا فيها مشاركة فعالة. ما يقولوش راهي غير امتحان، ونركز على امتحانات الفصل الأول لضرورتها وأهميتها، فعلى أساسها يبنى المسار الدراسي والنجاح. اختبار مادة الرياضيات حيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. دروس الدعم ملاذ التلاميذ لتعزيز تحصيلهم الدراسي. تمتلئ أقسام الدروس الخصوصية عن آخرها في الأيام القليلة التي تسبق الامتحان. أما المتطابقة الشهيرة رقم 3 احنا نديروها مع العشية لي كور دو سوار ولا في الويكاند، نحضروا التلميذ نحضروه نفسانيا ونوجدوا له لي سوجي مقترحات تاع الاختبار باش نحولوا هذيك الرهبة تاع الاختبار ويكون يعرف واش كاين مام كي يدخل الاختبار. ما تجيش حاجة شغل ما شافهاش ولا اي تلميذ اي يكون عنده مشكل ولا فنعاودوا له. عندنا اساتذه هنايا نشكرهم هذا المنبر باللي خطر يديروا دورات من عندهم ويزيدوا سوايع من عندهم للتلاميذ. فيها بزاف الضغط مي بصح كاين عائلتي اللي شجعوني، درت دروس الدعم باش نزيد نطلع النقاط تاع المواد الاساسيه اللي يزيدوا ينجحوني ويطلعوني في لاموايان باش يخلوني نزيد نخدم مليح في الاختبار سورتو في هذه لا بيريود تاع الاختبار. أما المواد فلا فرق بين أساسية وثانوية، فهي كلها مهمة وتحظى بنصيبها من المراجعة. فترة هذه ولا غير شفناها في آخر في هذه العوام الأخرين ولا ما كانش مادة أساسية ولا ثانوية ولا المواد كامل. احنا مثلا نديروا دوار التاريخ والجغرافيا إسلامية، فيما تمثل هذه تمثل دوكا حنايا في الاجابات النموذجيه، وكاينه منهجيه الاستاذ تاع تاريخ وجغرافيا وتاع اسلاميه والمواد ماشي الاساسيه يمدلهم الاجابات النموذجيه، وكاينه منهجيه يتبعوها يعلموهم كيفاش يديروا وضعيات ادماجيه والى اخره. خلاص لازم هادو تبعوهم في ثلاثه يكونوا في الراس X زائد واحد الكل مربع، خون يعطيني هذا.
بون قبل سمانه من الاختبارات ولا من الفروض نركزوا على المواد الاضافيه او ثانويه اللي هي مواد الحفظ، ثم نركز على المواد الاساسيه عند اقتراب اختبارات او الفروض. نركز على المواد الاساسيه الرياضيات واللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. زائد واحد هادي خلاص لازم هادو تبعوهم في انا دائما راجع وحدي، ونعتمد في المراجعه تاعي الكتابه، نحفظ ومن بعد نعاود نكتب. الحاجه اللي نحفظها لازم نكتبها، ولازم قبل نكونوا اجور نكونوا متابعين الدراسه يوميه، فنعاودوا شي نديروا في المسجد نعاودوا في المنزل باش يجينا من بعد المراجعه والحفظ سهل. سلاس تلميذ في الرابعه متوسط يقضي فترة التحضير للامتحان كغيره من التلاميذ، ويعتمد على المراجعة المنزلية فقط بعيداً عن دروس الدعم. نفهم في كلاسة لي كورس بزاف، إذا ما تفهمش في كلاسة، إذا ما رحش تابع أنا بقوم ما عنديش هذا بروبلم. كلاسة نفهم ليه بروبلم شاف العربية، اللغة العربية ما عنديش بزاف ليكسيك صافيت. هكذا دي فوا تساعدني ما خطرش تعرفش اللغة العربية، إذا كان كلمة ما فهمتهاش ولا تعاوني. دروس نيت تاع لاكاب زوكا باغ اكزومبل راني نراجع علوم راني لاز معها. يرافقه والداه في المراجعة والتلقين لتخفيف ضغط السنة الرابعة والبرنامج الدراسي. مرافقة دبر الحاجة الأولى اللي نديروها نشوفوا وقتاش اللي عندهم الاختبارات، دونك نشوفوا لا بروغراماسيون اللي داروها لهم اون فونكسيون تاع لا بروغراماسيون هذيك سيو كيفاش نعاونوهم كيفاش يوجدوا رواحهم الامتحان اللي يجي. ودابا وسخم غارة كيجي وخم غارة بلي دستوار يدياس بلي لا كلاس ديكزامان، مي جوست نفذا دو موا ابخي اكن يفذا ديجا ولا غمي ولا فيلي ستريسي. إلي فريمون ستريسي، بدير جيتي اوبليجي دو ريفليشير كوم توت لي مامون كلاس ديكزامان، جيتي اوبليجي. كسد اين في فنون اين في اونن اين اسيخ من ثقافه عامه، لي ديتاي ني باتاس سي فرانشمون جو تروف سي ترو شارجي. وكذلك خدمه لي بروغرام نون با بري اون كونسيديراسيون اي لي كومبيتونس دي زونفون اي لور اج. استدير حنا واش نسيو نعطيو لهم اليه كيفاش يفهم هو، نقولوا له كيفاش لازم هو يفهم هذاك الدرس. سي جوست اون اورينتاسيون، ماشي نجي هنا وهاك ودير هاك وسي هاك، نو سي با سا. اما الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ فله منظور مغاير. نبعثوا لنا باش يتعلموا ماشي باش يجيب النقطه. النقطه تجي هي تحصيل حاصل، بصح لازم يكون يتلقى التعلمات، يكون يعرف يتعلم، كي يطيح في اشكاليه يعرف كيفاش يديرها. كاين بعض الاولياء يقول لك البرامج كبيره وثقيله وبدنا، هي منهجيه منهجيه في المراجعه، منهجيه في التعامل، ان نوصلوا بنتائج مليحه لبنائنا التلاميذ وما نديروش عليهم الضغط. بين المراجعه والضغط الزائد عن الحد تبقى ايام التحضير والمراجعه مجرد فتره عاديه تحتاج إلى تركيز أكبر وقدرة على تنظيم الوقت لا غير. عودة مجددا مشاهدينا، معي السيد حميد سعدي رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. مرحبا بك سيد سعدي. الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة. بداية يعني حاليا نعيش فترة امتحانات وتحضير للامتحانات والضغط كبير على الأولياء والأطفال والأبناء على حد سواء، والأجواء كما قلنا المشحونة في المنزل، وكثيرا ما يلقى اللوم على البرامج الدراسية. وش رأيك أنت في هذا الشيء؟ هل تتفق مع هذا الشيء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال هو الدراسة كاملة، احنا رانا نشوفوا الدراسة دوك المجتمع تغير والناس كامل راهي تتبع دراسة الأبناء في المؤسسات التربوية، ولات وكامل نحبوا ولادنا ماكاش اللي ما يحبوا ولادو يكون متعلم. لذلك رانا لاحظنا أنه حتى الأولياء راهم يدرسوا مع أولادهم، راهم هما راهم حافظين البرامج. أغلب الأولياء أصبحت ظاهرة أن أغلب الأولياء هم يتبعوا البرامج الدراسية ولو هما ثاني أساتذة. الولي يضغط على ابنه بطريقة أو بطريقة أخرى، يسمى بلا ما يفيق هو يضغط عليه.
انه دوك ولادنا واش راهم يديروا، راهم قلنا الدراسه ومن بعد يروح يديروا دروس خصوصيه ومن بعد يزيد يراجع في البيت. وخاصه دوكا كاينه ظاهره اللي راهي ولاو الاولياء كاين اللي يدوا عطله غير باش يتبع ولادو في الامتحانات. لذا حنا نهضروا مع الاولياء ونحفزهم انه ينقصوا من الضغط على التلميذ. كاين لها وقت الامتحان ديجا لازم له راحه ماشي مراجعه، في وقت الامتحان ينقص مراجعه يمكن تكون من قبل، تكون قبل، هذا هي هذاك ليله الامتحان تلقاه يراجع. يعني تشوف انه هذا الاجواء وهذا الضغط هذايا سببه هو الاولياء ولا بالك الظروف المحيطه ماشي البرامج الدراسيه؟ هي اغلبه انه الضغط اللي راح نديرو احنا على اولادنا اللي راهي اثر عليهم. لكن في البرامج هي راهي مقسمه على مدار السنه، كاين ثلاث فصول وكاين اسابيع دراسه، كل شهر مدروس في هذا الميدان. حنا صح حنا كاولياء نشوفوا باللي برنامج كبير وبرنامج هذا، بصح هو كل حاجه راهي مدروسه. لذا وزيد من ناكدوا حاجه اللي هي في الامتحان التلميذ راح يمتحن على المكتسبات والتعلمات التي تعلمها في القسم اللي قراها في الفصل تاعو، هذه متاكدين منها. لذا احنا نطالبوا الاولياء انهم ما يضغطوش على ابنائنا التلاميذ، راهم يراجعوا، راهم يقراوا في القسم وراهم يراجعوا، وزيد بظاهره الدروس الخصوصيه. يعني هذه قبلت قصه اخرى، انت عندك فيها راي خاص لدروس الدعم. يعني شفنا انه طورت بزاف في الاونه الاخيره، ولينا نشوفوا يعني كما قلنا ثلاث ايام مراجعه لماده معينه، شفنا باللي يديروها في قاعه سينما ثلاث ساعات فوالا في قاعه سينما في ليزون في الى اخره، وين تلقى رواج كبير عند التلاميذ. هل هي اصبحت بالك تجاريه اكثر منها شيء اخر؟ هي هذه اصبحت ظاهره دوكا، اصبحت ظاهره، وزيد الدروس الخصوصيه ولات راهي مدرسه موازيه واصبح ظاهره. وهذه اني با كونترولي ثاني، ما ننساوش اني با كونترولي. دونك الاستاذ في المؤسسه التربويه عنده مدير، عنده مفتش، عنده مديريه التربيه، كاين تنظيم يمشي عليه. بصح في الدروس الخصوصيه شكون اللي راه يراقب هذه الدروس الخصوصيه؟ ما كاش. دوكا راهي طريقه انه يعلموا مباشره كيفاش يروح للنتيجه، هذه هي. اذا تغير دوك نشوفوا دوك في هذا الفصل كاين تلاميذ يقول ما قريناش هذا الدرس، لانه بالك صيغه السؤال باك تتغير يولي يتبحر. علاه في الدروس الخصوصيه يعلمهم طريقه وهو في القسم يتعلم طريقه اخرى. هذه الامور اللي راه يتاثر. احنا منا 40 43 تلميذ نقولوا اكتظاظ، ومن بعد يجوز في 500 600 تلميذ في مراجعه جماعيه ولا شغل مهرجان، ولا دراسه، ولا مهرجان يتعلم في ثلاث سوايع، يقرر له برنامج تاع فصل. انا هذه مازال ما يفهمونا بك ولا يقدروا، قلت لك نحبسوا كاع المدارس. وحتى الاولياء، حتى احنا كاولياء ولات شغل في الذهنيه تاع الاولياء انه مرغم انه وليده يروح يدير له دروس خصوصيه، وكانه ما كاش دراسه في المدرسه. هذا خطر. يمكن خلقت عندهم بالك ثاني نوع من الاتكاليه، ولا تاكلين عندنا ليكور، ما يركزوش بالك في القسم، ما يتكلوش على ارواحهم هما في المراجعه. هذه وحده منهم صح، ولاو كيكون في القسم يقولك انا نقراها في الدروس الخصوصيه، يولي يتكل. ومن بعد هذه تؤدي الى امور اخرى، انه يولي يدير مشاكل داخل القسم، انه من بعد ندخلوا في ظواهر اخرى اللي هي غريبه عن المؤسسات التربويه. باش ما نشوفوش يعني غير الجانب السلبي لدروس الدعم، يعني عندها ثاني جانب ايجابي انها دعم التلميذ اللي ما يبالك ما يلحقش في التحصيل الدراسي تاعو في الماده في القسم، يقدر يدعم نفسه. نسموها دعم. نروحوا للجانب كلمه دعم دوك يكون التلميذ متفوق، واش نديروا له دعم؟ راح نديروا الدعم للتلميذ اللي عنده نقص في التعلمات، هذا باش نرفعوا له في المستوى، بصح ما نرفعولوش في قاعه اللي فيها 500 600 تلميذ. هذه هي راهي نهضروا، هذه اللي نهضروا عليهم يسموهم الدورات. وكاين ثاني ظاهره انه استاذ يجيب تلاميذ تاعو ويدير لهم في ليله الامتحان يدير لهم مراجعه. انت ضد هذا الشيء؟ هذه فيها امور اللي نسموها حنايا نسموا كل حاجه بمسمياتها، هذه طريقه غش مقننه. يعطوا لهم الحلول، وكاين البعض باش ما نظلموش، كاين بعض الاساتذه اللي يمدوا حلول تاع الامتحان
في هذه الطريقة. يعني توجور نقولوا بلي ما نعمموش. لا 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 نعمم لا نعمم. يعني وفي الوقت الراهن سيد سعدي شفنا حتى انه بالا كاين اطفال تاع التعليم الابتدائي يديروا لهم دروس الدعم، يعني هذه ظاهرة ما شفناهاش من قبل. هذه ما شفناهاش ونزيد ماشي برك نقولوا سنة رابعة ولا سنة خمسة، هاي سنة أولى. سنة أولى يديروا له دروس. كاينين هادو أمسي سعدي؟ كاين كاين أمتي يروحوا للكراجات نصيبوهم. كاينين يديروا في الابتدائي سنة أولى سنة ثانية يديروا لهم دروس دعم. الأولياء يجيب لك واحد السبة اللي هي يقول لك كاين بزاف المواد، هي صح كاين بزاف المواد يعني صحيح أن البرنامج تاع الابتدائي شوية مكثف، كاين بزاف المواد، مواد دراسية، ونحن كاتحاد وطني للتلاميذ احنا نطالبوا بإدماج بعض المواد كما كانت في السنوات الماضية، كانت في مادة اللغة العربية، كاين مادة التربية الإسلامية ومادة التربية المدنية وكذا داخلة في مادة اللغة العربية، إيه ودراسة الوسط وكذا، هذو يدخلوا في مادة باش نقصوا لهم. ما ننسوش باللي حتى التلميذ في الابتدائي دوكا هو عايش ضغط ثاني، لذا حنا رانا نطالبوا باش يخصوا أوقات للنشاطات للتلاميذ باش يكون عندهم وقت يعيشوا الطفولة تاعهم شوية. يعني انت راك تنتقد سيد سعدي وانت انت ايضا اب وعندك اولاد، يعني كيفاش تتعامل؟ ولي وابنائي متمدرسون الله يبارك. يعني كيفاش يعني تتسير هذه الفتره تاع الامتحانات؟ ما نكذبش عليك انا لا اضغط، نصح نتابعوا ابنائنا نتابعوهم اكيد، صح راهي يراجع يوميا خلاص، عند كي يلحق وقت الامتحانات خلاص من المفروض خلاص عنده مشاح في نهار راح يتعلم كلش. إذا هذه هي نرافقهم، أنا نقول مرافقة أبنائنا التلاميذ ونروح لهم ومع التعلمات اللي راهم عندهم راح يمتحنوا عليهم ويجاوبوا عليهم. وما ننساوش كاين حاجة اللي أغلب الأولياء احنا ننساوها، أنه كاين تفاوت في التعلمات بين التلاميذ، كاين كل واحد واش يقدر، ماشي كامل راح يجيبوا 20 وما، هذه هي كل واحد و يمكن في الوقت الحالي أصبحوا الآباء والأمهات يعني يجروا بزاف وراء العلامة الكاملة و19 ومرتبة أكيد. الأولى أكيد، وهي هذه المشكلة على العلامة، راهي ذات مشكلة على العلامة أنه كامل دائما نطلبوا الزايد، أولا جاب 15 علامة جبت 18 ولا جاب 18 علامة جبت 20، بالك كان يجيب 20 نقولوا له زيد فوق العشرين. وباش نختموا السيد سعدي، يعني وشنو هي بالك الأمور اللي يطلبها ولا يشوف الاتحاد أنه لازم تكون متوفرة، وشنو هي رسالتك للأولياء؟ نبدأ بالأولياء لأن يعني كلنا أولياء، أنه ينقصوا الضغط على أبنائنا التلاميذ وأبنائهم التلاميذ خاصة في مرحلة الامتحانات، ما نحوسوش بزاف على النقاط، هذه وثاني اللي طمأنينة الأولياء أنه سيمتحن التلميذ على المواد التي الدروس التي درسها في القسم، هذه متفاهمين فيها أنه ما راح يعطي له أسئلة اللي ما قراهاش. يبقى في الابتدائي صح كاين كثرة المواد كذا، نطالب الوصاية أنه تصيب لنا حلول في هذا الاتجاه، ويبقى السنة الدراسية ما ننساوش باللي التلميذ راح يدرس من السنة الأولى إلى السنة الثالثة ثانوي، اسم البرنامج راه مدروس. والوصاية نزيد نكرر لابد من إعادة النظر في البرامج خاصة في الابتدائي. شكرا لك سيد حميد سعدي على حضورك معنا، ونتمنى والتوفيق لجميع التلاميذ المقبلين على الامتحانات.